الثاني اللي هو الجفاف في لي تالون او في منطقه القدمين، تشققات. هذه التشققات دارجه جدا. اول حاجه ننصحها انها تتاكد انه ما كانش فطريات، لو مرات التشققات تكون لها علاقه بوجود فطريات في القدم. بعدها اذا كانت فقط هذا جفاف كما قلنا، جفاف فقط في البشره، فاي كريم يحتوي على ماده اليوريا يعني متواجد في الصيدليات، كريمات تحتوي على هذه الماده، ماده اليوريا اللي هي ترطب منطقه القدمين، والكريمات التي تحتوي ايضا على الجليسيرين اللي هي تقوم بترطيب الجلد وتقشير هذيك المنطقه. فهذه المادتين يجب يكونوا متوفرين في الكريم. ننصحها ايضا انها لا تمشي حافيه القدمين، انها تغطي يعني الاقدام اذا كان عندها البرد شديد، اذا خرجت مثلا برا في الفيغوندا ولا في الصحين تاع الدار، في الصحين تاع الدار، انها دائما تغطي المنطقه هذيك. وانه دائما ايضا انه يكون بالنسبه للوجه هناك العديد من الخلطات الطبيعيه اللي ممكن تستعملها تحتوي على لالوي فيغا، مادة لالوي فيغا كما كنا نهضر عليها، هي مرطب رائع للجلد. وطبعا الترطيب يكون نأكد عليها أنه الترطيب لازم يكون داخلي وخارجي. وش معناتها؟ معناتها نشرب قانا كمية كافية من الماء.